المشروع بتاعنا هو إنتاج بودرة من مخلفات الزجاج. البودرة دي يشترط فيها، احنا هنحاول نجود في الخامة بحيث انها تقدر تنافس المنتج المستورد، وممكن يعني يتم تطويرها في خطوات متقدمة بحيث ان يتم تصديرها في الخارج. الهدف التاني لينا غير ان احنا ننتج البودرة دي، ان احنا بنحقق الاستدامة بحيث ان انا بحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتنا بدل ما احنا بنستنزفها بشكل مباشر او غير مباشر، سواء بالتصدير او باهدار المخلفات بتاعت الزجاج اللي هي ممكن يعاد تدويرها مئات المرات. لو جينا سألنا ليه مخلفات الزجاج على وجه التحديد، أول حاجة في كميات كبيرة من مخلفات الزجاج موجودة بمحافظة أسوان ولا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال، سواء من حيث حتى الجمع اللي هو أبسط الطرق في التعامل مع المخلفات، مخلف الزجاج لا يتم التعامل معاه بالطريقة دي. تاني سبب بيخلينا نشتغل في الزجاج إنه ما فيش أي مشروع بيشتغل على الإطلاق في محافظات الصعيد كلها في حاجة مشابهة للموضوع ده. حاجة مهمة جدا قبل ما نبتدي نشتغل في نوع من المخلفات، نشوف الكميات اللي موجودة منه هل هي هتكون كافية ان انا اشتغل واقيم مشروع ولا لا. ده بالفعل عرفناه من خلال التقارير بتاعة وزارة البيئة اللي اثبتت انه تقريبا كل يوم محافظة اسوان بتطلع 20 طن مخلفات زجاج. بالنسبة للآليات بتاعة تنفيذ المشروع، هو عبارة عن مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى اللي هي الجمع، وبعدها فرز وغسيل وتجفيف وطحن وغربلة، وبعدين نقل وتوزيع للعملاء. بالنسبة للخطوة الأولى اللي هي عمليات الجمع، احنا اعتمدنا فيها على خطين أساسيين. أول خط هو عبارة عن مجموعة من التجار الوسطاء موزعين على عدد من مراكز محافظة أسوان، زائد حاولنا عشان كمان ما نعتمدش على خط واحد من خطوط الإمداد، فكرنا في ان احنا نضيف شق تاني عبارة عن عدد من منظمات مجتمع مدني بيشتغلوا في مجالات جمع القمامة، بحيث ان احنا نضمن توفير اكبر كم ممكن يوفي باحتياجات العملاء. الآلية التانية في التصنيع اللي هي عملية الفرز، هنفرز المخلف الى نوعين اللي هو الابيض والالوان، وحتى الابيض من خلال الدراسة بتاعتنا للسوق خلال الفترة اللي فاتت لقينا انه مفروض ان احنا بنفرز الابيض، لانه مش كل استخدامات الزجاج الابيض واحدة. الآلية التالتة للتصنيع اللي هي عملية الغسيل والتجفيف، ده هنستعمل من خلاله مع مجموعة من الأحواض، عبارة عن أحواض مبنية من الطوب الأحمر ومبطنة بالسيراميك، بحيث إنه يتم الغسيل بشكل جيد، وراعينا برضو في التصميم بتاعها إن يكون مزود بنظام صرف خاص بفلاتر، بحيث إنه حتى مخلف لو في بقايا من الزجاج ما تروحش في الصرف الصحي. الآلية الثالثة، العملية الأساسية بقى في الموضوع، اللي هي آلية الطحن. دي هتكون من خلال استخدام ماكينة إيطالي بول ميل. العملية اللي قبل الأخيرة اللي هي الغربلة، ودي هتتم من خلال توصيل وحدة بالمطحن. الوحدة دي بتتكون من جزئين متصلين، الأول للغربلة بغلب بفلتر بحيث إني أضمن إن المنتج اللي طالع كله درجة الطحن بتاعته واحدة، زائد الوحدة الأخيرة اللي هي بتكون عبارة عن شفط أو تعبئة بالشفط، لأن أنا بستهدف في الآخر إن المنتج بتاعي عبارة عن بودرة زيرو ميكرون. زيرو ميكرون ده معناه إن هي غبار، ما ينفعش إن إحنا نسيبها في الهواء، هتأثر من ناحية على البيئة ومن ناحية على الناس اللي شغالة، فعشان كده فكرنا في قصة التعبئة بالشفط. الخطوة الأخيرة اللي هي عملية النقل والتوزيع، وبالفعل احنا اتفقنا مع عدد من الأماكن المختلفة اللي ما عندهمش أي مشاكل إن هم يستقبلوا أي كمية من بودرة الزجاج، بحيث إن احنا يعني نبتدي نقدمها لهم. وده كان من ضمن الخطوات المبشرة اللي ساعدتنا ان احنا ناخد في الموضوع خطوات بشكل قوي، انه خلاص انا ضمن منافذ التوزيع بتاعتي، علشان خاطر اشوف الحاجات دي ايه، يعني اشوف الواقع شكله ازاي،
عملنا دراسة زي ما قلنا للمخلفات من حيث الكمية والطريقة اللي الناس بتستخدم فيها علشان نضمن ان المنتج بتاعنا عالي الجودة وان المنتج بتاعنا يقدر ينافس المنتج المحلي والمستورد. فكرنا في ان احنا نشكل لجنة استشارية للمشروع. اللجنة دي مكونة من اتنين من الـ من الـ من العناصر، اولهم ناس اكاديميين من كليات تربية نوعية وفنون جميلة وعلوم، بحيث ان هم يقدموا لنا استشارات فنية تساعدنا في تجويد المنتج وتحديد الخصائص بتاعته، وكمان بتضم ناس من اللي بيشتغلوا في المجال. عمل شراكات مع عدد من منظمات مجتمع مدني زي جمعية المستثمرين، اتحاد النوعي للبيئة، الشريك داعم لينا المكتب التنفيذي مصر الخير أسوان، جمعية العطواني في إدفو، جمعية مؤسسة عيد الأم في أسوان، علشان برضو نضمن إنه البودرة دي هل هي هتشتغل كويس معانا ولا لا. تم تجربة عينة مبدئية من بودرة الزجاج على قطع خزفية بتعاون مع جامعة جنوب الوادي كلية التربية النوعية هنا، وبالفعل هم بعتولنا النتيجة بتاعة الاختبار. دي مجموعة صور للخطوات اللي احنا خدناها خلال الفترة اللي فاتت. كان الخطوة اللي خلال الفترة اللي فاتت احنا بنشكر اليونيدو كيمونكس خلال الفترة اللي فاتت ساعدونا من خلال تقديم دعم فني وساعدونا في الوصول لعدد من الفرص لتمويل مشاريعنا. كان اخر حاجة اللي هو المؤتمر بتاع المبادرة ده كان 26 مارس. من خلال المؤتمر ده تم عرض جميع المشاريع. الوزارة كانت من احد الجهات الحكومية اللي حاضرة معانا، وده كان السبب في ان احنا نكون موجودين هنا النهاردة. من خلال المؤتمر ده تم اختيار عدد مننا، احنا كنا واحد من المشاريع اللي تم تلقي فرصة للاستثمار من شركة سكاي، مجموعة شركة سكاي جروب، مقابل نسبة من الأرباح. بعد المؤتمر جالنا عرضين، اللي هو الأولاني بتاع التمويل بتاع المشروع احنا هنساهم فيه تقريبا بنسبة 19% والمستثمر بنسبة 81%. الشارت دي بيوضح تقريبا الأرباح بتاعتنا خلال الخمس سنين الأولانيين. إن شاء الله هنبتدي جلاسي في أسوان 2015 إعادة تدوير، وطحن أسوان 2020 أول مصنع زجاج في أسوان بإذن الله. آخر مشكلة التحديات اللي بيتهيأ لي أنه في مشكلة، المشكلة دي مش عندي أنا، عند أغلب زمايلي، بس أنا بيتم التعامل معايا كمشروع صناعي. عندي مشكلة في الترخيص، التنمية الصناعية شوية عندهم شروط، احنا عارفين ومقدرين ان الشروط دي بهدف ان هم يتأكدوا من جدية الموضوع، لكن شروطهم لا تتناسب مع لا الميزانية اللي احنا هنشتغل بيها، ولا احنا حابين ان احنا نشتغل بشكل عشوائي. يعني هم لو حابين ان هم يعني يخلوا المنطقة الصناعية اللي في أسوان تشتغل وتبقى مليانة ورش، لا يبقى لازم نقضي على العشوائية في العمل، والعشوائية دي مش هتتم الا من خلال ان هم يوفروا تسهيلات ويطلبوا اي ضمانات هم عايزينها. بس اهم لا مش عايزين قروض. هو في فكرة حضرتك احنا كنا سمعناها لما كنا في المؤتمر بتاع إعادة التدوير من يومين، انه الوزارة هنا بتعمل زي منشآت كورش صغيرة عبارة عن 100 متر او 150 متر بيتم من خلالها إعادة التدوير. لو او حتى الفرز، ما احنا حتى لو ابتدينا في الاول مش محتاجين اكتر من 150 متر. ف
فلو في حاجه زي دي اتعملت في اسوان اعتقد ان هيكون في فرصه كويسه الناس كتير تشتغل، ويعني بدل ما هم بيشتغلوا بشكل عشوائي. حاضر هنبص فيها. شكرا. ميرسي. شكرا. موسى بن خليل سر الارض محافظه كده. طب السماد العضوي ده هيفيد في الارض؟ قال لي هيفيد. هيفيد عندنا، هيعمل لنا استصلاح للظهير الصحراوي، كمان هيوفر لنا اكل صحي. قلت له ازاي؟ هو مش ده سماد وده سماد؟ قال لي لا، قال لي ده سماد من البيئه نفسها، فهيفيد البيئه اكتر من السماد الثاني، لان الاسمده الكيماويه بتسيب الارض نفسها، هي اسمده متخصصه لزرعه معينه بتحطها للزرعه، فملهاش فايده ثاني في الزرعه اللي بعد كده. طيب هنستخدم طينة المرشحات او مخلفات مصانع السكر. طب ليه؟ قال لي لان نسبة المواد العضوية فيها عالية جدا، كمان هتوفر للارض نيتروجين وبوتاسيوم وفوسفور وكالسيوم، ودي ما بتبقاش في زرعة واحدة بس، لا ده كمان ممكن تستمر في الزرعة اللي بعد كده. وليها جانب تاني، انها هتزود خصوبة التربة نفسها، فهي كده لها فايدتين. الفايدة الاولى هتفيدنا في المنتج النهائي في الزراعة، والفايدة الثانية هتفيدنا في الأرض، لأن الأرض هي الأم. لو إحنا ما قويناش الأم إزاي هنقوي الجنين؟ ده الكلام اللي هو قاله الباشمهندس أحمد. ساعتها قال لي كمان إحنا عندنا فرصة تانية أكبر، لأن عندنا في جنة حوالي 7 مصانع في الصعيد، في جنة وبس لوحدها 3 مصانع، كمان في عندنا كمية كبيرة من مخلفات مصانع السكر اللي هي طينة المرشحات. عندنا مصنع واحد بس كمثال، مصنع سكر جوز بينتج تقريبا سنويا حوالي 60,000 طن من طينة المرشحات، يعني تقريبا يوميا حوالي 2700 طن. كمان من ناحية تانية، طينة المرشحات دي هتبقى أسهل في عملية التصنيع وأعلى في القيم الغذائية، وكمان هتحسن بناء التربة وهتحافظ على الرطوبة بتاعتها. طيب هي طينة المرشحات وهي موجودة بالكميات دي، المصانع بتتصرف فيها إزاي؟ عندنا بيستخدموها في صناعة الطوب، ودي حاجة غير قانونية، وليها دي ضرر كمان على البيئة بانبعاثات الدخان اللي احنا شايفينها في السلايد. كمان بتستخدم المادة نفسها، بتوضع في الأرض مباشرة دون تدوير أو دون أي إجراءات عليها. طب دي مشكلتها إيه؟ مشكلتها بتسد نسبة المسامية في الأرض. كمان فرحت انت عملت إيه بقى؟ رحنا احنا من هنا فكرنا ازاي نستفيد من مخلفات التصنيع الزراعي، مش مخلفات المصانع بس، لا احنا ممكن نستفيد من مخلفات التصنيع الزراعي ونستعملها كاسمده بدلا من الاسمده الكيماويه، وكمان ممكن نستعملها في صناعات اخرى زي السلاج وعلف الماشيه وصناعات الشمع. طيب احنا رحنا هنا فكرنا ازاي نتعامل مع مصانع السكر، فكرنا هناخد منهم الاسمده دي وهناخدها نعمل لها إعادة تدوير، وهنحولها لأسمدة عضوية تفيد الأرض. هنحول أسمدة عضوية، هنا هتبقى الأسعار بتاعتها منخفضة، لأن أوريدي المواد الخام متوفرة والمصانع محتاجة تبيعها، فإحنا هنشتريها من المصانع وهنحولها لسماد عضوي بأسعار مناسبة. المشروع هنا يبقى له فائدتين، إحنا هنساهم في تخفيض أسعار الأسمدة، كمان هنحاول نوجد منتجات ذات صحة أفضل للإنسان. عملنا تجربة وحللنا التحاليل في معمل البحوث. فاكر دكتور جمال لغاية دلوقتي، فقال لي انه نسبة المادة العضوية عندكم عالية جدا. احنا عملنا كتحليل عينة بس بسيطة من بس. لا انت اشتغلتوا على كم طن؟ الانتاج اشتغلنا تقريبا على 3 طن. 3 طن كتجربة. محتاج ايه بقى عشان تصنع؟ محتاجين في الوقت الحالي الارض. عندنا مشكلة في الارض. في عندنا في مصنع سكر جوز حوالي 200 فدان، فكرنا لو احنا ناخد فدانين بس منهم، دي هتوفر لنا القرب من الماده الخام. عنده مكان؟ عنده حوالي فدانين مش مستغل، 200 فدان مستغلين. مصنع جوز خاص ولا عام؟ لا عام. فده الطلب كان مصنع سكر جوز. كمان محتاجين تسهيلات. فدانين في المستغلين.
كمان محتاجين تسهيلات في الزيارات الميدانية لمصانع السكر، لأن دي كانت بتواجهنا مشاكل إزاي ندخل المصنع ونحصل على معلومات من المصنع نفسه. في النهاية إحنا دايماً كنا بنهتم بالزراعة، لأن الزراعة هي المهنة التي تجعل الإنسان جذوراً في أرضه، ودي كانت رسالة المشروع بتاعنا، حياة طبيعية للأرض وصحة أفضل للإنسان. بشكركم جميعاً. هنرجع بقى تاني لأسوان. إسلام مشروع نماء، منتجات فنية من القوافي. مش هطول على حضراتكم، إن شاء الله هاخد 3 دقايق كمان مش 10 دقايق. في البداية مع حضراتكم أنا إسلام من محافظة أسوان. مشروع نماء، إحنا باختصار شديد بنشتغل على مخلفات النخيل تحديدا. الفكرة جت أساسا إن في أسوان عندنا من أكثر المشكلات اللي مؤرقة مشكلة مخلفات النخيل. أسوان تقريبا ثالث أكبر محافظة في مصر فيها إنتاج نخيل طبقا للدراسات والأبحاث اللي موجودة، ومن أكثر المحافظات اللي موجود فيها مخلفات نخيل، لأن الزراعة مش بتهتم بالمخلفات النخيل. أنا مش عارف ليه، هل ده مشكلة في الإدارة الزراعية أو ولا مشكلة، يعني حتى المزارعين نفسهم بيشتكوا من الموضوع ده. فقعدنا نفكر إزاي إحنا ممكن المشكلة دي نحولها لفرصة، وفرصة اقتصادية كمان. ففي البداية أنا رجعت للبحث العلمي وأشوف المنتج البحث العلمي بيقول إيه في الموضوع ده. حاولنا بشكل أو بآخر نفكر إزاي نستخدم هذه المخلفات ونحولها لفرصة استثمارية. فكان أكتر حاجة لقيناها من أسهل الأمور ممكن نعملها بدون ما نحتاج لفلوس كتيرة وبدون ما نحتاج لتقنية عالية جداً، إن إحنا المخلفات دي نستخدمها ونحولها لمنتجات يدوية يبقى لها قيمة، قيمة في شكلها الجمالي، قيمة في كفاءتها، قيمة في الوظيفة بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين دي مجموعة الصور اللي إحنا بالفعل طلعنا بيها بعض المنتجات في أسوان من مخلفات النخيل. الهدف جه كمان بصراحة المشروع اللي لقيناه هنقدر نوفر عدد من فرص العمل للسيدات الموجودين في أسوان. أسوان من المحافظات الفقيرة شوية في الناحية العملية، فهنقدر نوفر أكثر من فرصة عمل. يعني مبدئيا احنا تقريبا في الشهر الثالث من الجانب التطبيقي للمشروع وفرنا حوالي 5 فرص عمل في أسوان. نزلنا السوق، عملنا شوية دراسات بحثية وتسويقية، يمكن ما بعناش حاجة، حاجات بسيطة، لأن احنا بشكل أو بآخر بنحاول نتأكد من جودة المنتج أولا، وبنحاول كمان ناخد تصميمات كتيرة جدا. بنحلم إن شاء الله الفترة اللي جاية المنتجات دي تبقى موجودة في معارض كبيرة محلية ودولية. بنحلم إن شاء الله نقدر نحقق فرص عمل كتيرة في أسوان. أنا شخصياً حاسس بحاجة كويسة جداً، لأن أنا يعني حاسس إن أنا جزء من حل مشكلة كبيرة في أسوان، وهي مشكلة مخلفات النخيل. حالياً 5، حالياً 5. المشروع لسه في البداية، يعني تقريباً بعد ما خلصنا البرنامج بتاعنا بعنا في أسوان نفسها، أسوان المدينة نفسها. المنظومة المتكاملة إدارة المخلفات الصلبة اللي بتتبناها وزارة الدولة لتطوير الحضر والعشوائيات، احنا هنتكلم عن الوضع الراهن للمخلفات الصلبة اللي موجودة حاليا. ان احنا ما عندناش غير موجود نظام استراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة تضارب في عمليات الجمع السكني، ما فيش شركات متخصصة او عمال الجمع السكني موجودين ان هم يجمعوا من باب المنزل، ودوت اللي مخلي المشكلة متفاقمة دلوقتي في الشوارع كلها. في صناديق موجودة في الشوارع، الصناديق بيجي عليها النباشين والحيوانات، بيبدأوا النباشين ياخدوا المخلفات أو المنافع اللي هم بيستنفعوا بيها ويسيبوا المخلف العضوي، هو دوت اللي عمل لنا المشكلة. زائد إن إحنا عندنا 63 مصنع على مستوى الجمهورية متوقفين، دول إنتاج السماد العضوي، متسلمين المحافظات، متوقفين دلوقتي لعدم وجود المادة الخام أو المخلف العضوي اللي يقدر يوصل للمصنع السماد علشان يتم إنتاج السماد. زائد إن غياب النظم الاستراتيجية اللي موجودة في المحافظات، إن هم مش قادرين إن هم يقدروا يدوروا المرفق اللي هو موجود في المحافظة عندهم. فبدأنا طبعاً دكتورة ليلى يعني عملت مجهود كبير جداً إنها جابت خلت حق الانتفاع للمصانع السماد
تبقى من 3 سنين ل10 سنين، ده علشان نحفز المستثمر ونساعد المستثمرين ان هم يقدروا يدخلوا في مجال تدوير المخلفات لانتاج السماد العضوي وانتاج الار دي اف كوجود بديل لمصانع الاسمنت. زائد ان احنا ما عندناش غياب الكوادر البشريه المتخصصه في اداره المخلفات، وان احنا ما عندناش معهد عالي ان هو بيخرج فني لاداره المخلفات. عندنا قدرات مهارية تكنولوجية متواضعة لدى العاطلين، يعني في شباب كتير عاطل مش لاقي شغل، احنا بنحاول ان احنا نكرم المهنة على اساس ان احنا ندخل الشباب بتوعنا كلهم يقدروا يشتغلوا في عمليات الجمع وعمليات التدوير وعمليات المسؤولة بعملية التدوير كلها. ده السياسة والاستراتيجية القومية للمخلفات الصلبة، ده الهرم المقلوب بالنسبة للمخلفات. تسلسل إدارة المخلفات إن إحنا بنحاول إن إحنا نقلل مصادر التلوث ونعمل إعادة الاستخدام للمخلفات الناتجة كلها وتعظيم الاستفادة منها، إعادة التدوير والقمر واسترجاع الطاقة، وفي الآخر بيتبقى الجزء الصغير اللي بيتبقى يعتبر 5% اللي هي اللي ما بتدورش ولا ليها أي عملية تدوير، دي اللي هي بندفنها في المدافن اللي هي بتعتبر بتبقى 5% تقريبا من المخلفات الناتجة من تفعيل المنظومة. بننزل كل محافظة بنعمل خطة عمل في المحافظة، بننزل بنوقع بروتوكول ما بين الوزارة وما بين المحافظة، وبنفعل البروتوكول دوت، بنقسم الأحياء لقطاعات صغيرة، بنحدد مقابل للخدمة الجمع السكني من باب الشقة نفسه، بنكون شركات شبابية وبنحدد آلية اختيار للشركات إن احنا بنختار الشركات على أي أساس، بنجيب موافقة رئيس الوزراء على أساس يتم التعاقد من التعاقد المباشر من رؤساء الأحياء للشركات الشبابية، علشان ده طبعا النصاب المالي لكل رئيس حي بيبقى بيتخوف إن هو يتعداه، فبنجيب أمر مباشر من رئيس الوزراء. بنوقع العقود ما بين الأحياء والشركات، بندرب أصحاب الشركات وعمالها على عملية الجمع المنزلي السليم من باب الشقة، إن أنا بلغي عملية الصندوق اللي موجود في الشارع، وزائد ان انا بضمن للمرفق او لمصنع السماد وصول المخلف العضوي للمصنع مباشره. بندرب الجامعات الاهليه وعلى عمليه التوعيه ورصد المتابعه، بناخد كوادر من الجامعات الاهليه ومن الشباب بندربهم تدريب كافي على اساس ان يقدر ينزل للمجتمع اللي هو عايش فيه ويبدا يشرح لهم المنظومه ويبدا يشرح لهم اهداف المنظومه ويتواصل معاهم ويعمل عمليه رصد ومتابعه للشركات ودور الشركه في تاديه الخدمه اللي موجوده، هل هي تاديه مرضيه للجميع او لا. بندرب مسؤولين الاحياء على برضو عمليه الرصد والمتابعه، بناخد لجنه من الجامعات الاهليه كمجتمع مدني. تمام. المنظومة بتاعتنا ان احنا برضو بنبدأ ان احنا عملية الجمع المنزلي، ان احنا بنقول لست البيت ان هي تفصل من المنبع دوت، ليه؟ علشان عدم اختلاط المخلف الصلب بالمخلف العضوي، اقدر اوصل المخلف العضوي لمصنع السماد ليتم تدويره كسماد عضوي او اللي بيعيدوا تدوير الازاز تمام، ونقدر نطلع من المخلفات العضويه كمان الار دي اف، وزائد ان احنا المخلف الصلب اللي بيطلع من عندنا بتاخده الشركات الشبابيه بيبداوا يفصلوه او يصنفوه لبلاستيك وازاز وكرتون وكنز، بيبداوا ان احنا نعمل لهم ورش عمل ورش تدوير، بنبدا ان احنا نخصص لهم اماكن جنب المرفق بتاع المصنع على اساس ان هم يبداوا يفصلوا فيه ويبقى قريب من المصنع، لو في اي مرفوضات تانية هترجع للمصنع عشان يطلع منها ارضيه. بنديها للشركه اللي ماضي عقد مع الحي علشان ياخد الكيس اللي هو فيه كل المفروزات وما يقعدش بقى يستخبى ورا الشارع ولا في دروه، لا يبقى عنده مكان شرعي بدار مصنع السماد. لسه لازم نفكر بقى نوصل لك الازاز ازاي لو انت مش ماضي عقد، هتضطري تشتري من الناس دول. تشتري من التاجر البسيط. فخلاص بس نظبط المنظومه. عايزه بس اقول لكم حاجه لانكم اشتغلتوا الشد على المخلفات الزراعيه. احنا لما بنشتغل مع المستثمرين بنجد انه تقريبا نصهم مصانع اسمنت. بعدنا احنا في السجاله المنزليه بيبقى متبقي 20% لسنة المرفوضات، والمرفوضات دي هي الوقود البنزين، عبارة عن
كاس بلاستيك مش نظيفة أو علب لبن أو عصير كنتربيك أو حفاضات أو سايروفوم وشوية أكل نسبه بالغاز. اكتشفنا إنه هم عايزين المخلفات الزراعية دلوقتي في مصانع الإسمنت كمان. يعني ابتدى يتخلق طلب. انتوا بقى لازم احنا كبلد نشوف احنا عايزين نضيع الثروه المهمه قوي دي تتولع في مصانع الاسمنت ولا نستخسرها ونخدر بيها الصحراء. فانتوا محافظات زراعيه ومحتاجين المزارعين بيقولوا لكم عايزين سمنت عضوي جيد والسمنت الكيماوي مش كذا وكذا وغالي. فانما الاغراء بتاع انك تبيع المصنع سمنت مش ممكن اهلا هيبقى قوي. هم بس اشتراطاتهم صعبه على مشروع صغير يبقى عايزينها متقطعه صغير قوي ومكبوسه وبيعملوا لها تحاليل مختلفه عن التحاليل بتاعتكم. انتوا بتحللوا بعد ما بتخمروا وبتشوفوا المعدود بتاعه هو ايه مش ده. في حاجات ثانيه بتدور على الكلورين لانه ده اللي بيطلع الدايوكسيد والفينايل. بس حابة اقول لكم انه خليكم واعيين وانتم داخلين في المجال بتاعكم. ده المنظر او الشكل اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفه في عمليات الجمع السكني. ادي الكيسين مفصولين. احنا بنتكلم على الفصل من المنبع برضو لاهميه عمليه الفصل وده هينتج من ست البيت نفسها من باب المنزل ان هيجي ادي الكيسين موجودين ادي عامل الجمع وان احنا بنتجه ان احنا نكرم المهنه ونساعد الشباب ان هم يدخلوا في عمليه جمع المخلفات المنزليه وتدويرها. بتيجي العربيات الصغيرة مفصولة لنصين أو تلت وتلتين تلت للمخلف العضوي. المخلف العضوي هينزل على محطة مناولة لو المصنع بعيد أو المكان المرفق بنفسه بعيد عن منطقة التجميع. فبنعمل محطة مناولة. محطات المناولة ديت بتستوعب العربيات الصغيرة كلها. فبتيجي العربية الكبيرة بتوصل لغاية مصنع السماد بدورها. الحكومة عشان كده عندهم أرض ما عندهمش مشكلة أرض وتراخيص زيهم. تمام. دي المنظومة بتاعتنا كلها باختصار ودي اللي بتتبناها دلوقتي وبنحاول بنطبقها ان شاء الله في كل فين الحاجة هي راحت مصنع السماد هي تطلع هي بس مش مش كاملة يعني هيوصل انا هنتكلم عليها برضو دكتور. هيوصل المخلف العضوي لمصانع السماد هيتم انتاج السماد العضوي ودوت لما بننتج سماد عضوي بننمي بنعمل عمليه تنميه للموارد النباتيه والثروه النباتيه زائد ان احنا ممكن بيطلع برضو بيتم انشاء محطات بيوجاز. المحطات البيوجاز بتساعد برضو في توفير الطاقه زائد ان بيطلع برضو جزء صغير كده بيطلع للمرفوضات اللي هي لما بيتمش تدويرها انا عايز اقول لكم انه برضو في طلب على المنتج بتاعكم مخلفات حيوانية أو زراعية مش للأرضيات مش للإسمنت للسماد ده بتاع الزبالة لأنه ما بيبقاش غالي كتير قوي بيبقوا طالبين حد يورد لمصنع السماد بتاع المخلفات البلدية مخلفات حيوانية أو زراعية متخمرة حلوة ونظيفة فبيروح مخصب الكومة بتاعته باللي انتوا بتوردوا فعندكم كذا سوق. بعد كده اللي بيطلع من المخلفات الصلبة أو المواد الصلبة اللي بتنتج بيتم فرزها في محطات الفرز. بيتم فرزها في محطات الفرز وتصنيفها وبيبدأ إن الشركات الشبابية ديت لو عندها ورش تدوير بيبدأوا يدوروا بيعملوا عمليات تدوير للبلاستيك وبيبدأوا يكبسوا الكنز وبيبدأوا يكبسوا الكرتون وبناء عليه إن هم لو بيقدروا يبيعوا المخلفات ديت او بيبداوا ينتجوها ويعملوا لها اعاده تدوير.